ورم يا صاحبتي. اول حاجه وتمشي عند تمشي عند الصالون دو بوتي ديالها. تبارك الله عليها عجبتني لا شانسون بزاف الله يكمل عليها. بواحد جديده في الراب يعني حنا عندنا كي كنعرفوا ما عندناش البنات بزاف في الراب. والصوت ديالها غزال ماشي حيت صاحبتي فريمون كنتمنى ليها كاع الخير وكنتمنى ان شاء الله تكون متالقه وان شاء الله نشوفوها في زعما في كليبات اخرين وشوفوها دير دي سينجل بزاف اكثر من هذا يعني هذا هو غير لو ديبار غير البدايه ديالها. اكيد اكيد انا ما عنديش مشكل اللي دخل اللي عنده شي حاجه اللي عنده انفا اللي عنده موهبه مرحبا به اللي ما عندوش موهبه هي اللي ما عنده ما يدخل يدير الدومين ولكن تبارك الله اللي عنده صويط لا ولا مثلا اللي متمكن من التمثيل علاش لا اي واحد مرحبا به اي واحد كتكون عنده بدايه يا سير ضروري. عندي مسلسل غادي يدوز تري بروشين ما شاء الله من هنا لواحد دو سمان في لافان دو موا جريت وجريت مع الاولى من اخراج ليلي خيرات وانتاج ايماج فاكتوري دراما واحد الدور جديد اللي مختلف على الادوار اللي كتلعب من قبل لا مفاجأة ان شاء الله على دابا راه كيدوز راه كيقدموا فيه في لاشين. انا الصراحه كتعجبني الدراما اكثر من الكوميديا ولكن راه ديجا كانوا عندي اعمال كوميديا ودابا ان شاء الله عندي مسلسل قريب غادي نبدا التصوير من واحد الشهر مسلسل كوميدي وغيكون معايا ان شاء الله سمح محمد الجام ونزهر كراكي ومجموعه من الفنانين الاخرين ان شاء الله. تسناوني قريبا في مسلسل جريت وجريت ان شاء الله وكنتسنى يعجبكم وتسناوني ان شاء الله كاين بزاف ديال الاعمال وبزاف ديال المفاجآت في رمضان اللي جاي ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.